مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني، الجزء أول الجزء الثالث. كيف ما وعدتكم الإخوان، نحن الآن في الجماعة الترابية ديال العين الدفالي، هذا هو السونتر ديال الجماعة. عارفك وغنحاولوا ان شاء الله من هنا من عين دفالي غنمشيو لحد كورت، ومن هنا لحد كورت غنحاولوا نديروا واحد الطريق اللي هي ماشي الطريق اللي مولفين يدوزوا عليها، الطريق اللي كيدوزوا منها الطاكسيات الان، لان الطريق اللي كتربط ما بين عين دفالي وحد كورت مازال ما تصلحاتش. نطلبوا من الله ان شاء الله تصلح قريبا ان شاء الله، ولكن كاين واحد الطريق اخرى اللي مختصره اللي عدينا مباشره لحد كورت ان شاء الله. هذه هي عين دفالي، هنا البومبا ديال وينكسو، نحاولوا نجيبوا الدورة ان شاء الله ونشدوا الطريق. نطلبوا الله الفيديو ما يتقطعش، كرهنا ان شاء الله نكملوا من هنا حتى لحد كورت، ولكن كنوعدكم الا تقطع الفيديو راه يكون جزء اخر باش التكميله ديال الفيديو، لان انا ما كن صراحه ما كنديرش الفيديو كنحطو ديريكت باش كيبقى في الكاليتي ديالو، ما كندير له لا مونتاج لا والو. هنا المسجد اللي عاد تبنى جديد ديال عين دفالي اللي سميتو مسجد بلال، هنا كنلقاو المقر ديال الجماعة، المقر ديال القيادة، المقر مركز الدرك الملكي، وكنلقاو هاد المعلمة العجيبة اللي معروفة بها عين دفالية، هادي ها واحد المعلمة كتبان، هادي معروفة بها عين دفالي. وغنشدو الطريق ديال حد كوت، طريق جديدة ان شاء الله. احنا دابا خارجين من عين دفالي، تبعوا معايا الطريق اللي غنديرو ان شاء الله. هنا في سميتو كنلقاو البراج ديال الدرك الملكي، وانتم عارفين نوع نصورو الدرك الملكي، تحية ليهم، غنحاولو نفوتوهم، ولكن راه كاين هما يبان لكم راه الدرك الملكي كاين الدور، انا ندور على يدي اليمين، اذا خصني نقطع باش ما يبانوش. اذا احنا درنا على يدنا اليسر كنلقاو البراج ديال الدرك الملكي، كتدور على يدك اليسر، هنا تبعوا معايا الطريق، وهاد الطريق راه شحال من واحد كتدوخو بالنسبه للطريق الجديده، راه كتبان لكم البلاكار حد كورت 19 كيلومتر. هنا هما هنا كاين جوج ديال الطرقان، كاين وحده هي على اليمين وحده على اليسار، غنحاولوا نمشيو على اليسار، ها هي الطريق اللي على اليسار، زين، لان هادي غتخرجكم في عين وزيف، وهذه هي الطريق اللي كيدوزوا منها الطاكسيات الان. وانتم غتشوفوا معايا بحكم ان اليوم الحد، الناس اللي كيسكنوا في عين دفالي، الناس اللي كانوا في السوق من عين دفالي غنلقاهم جايين على هاد الطريق هذه. نطلبوا من الله الفيديو ما يتقطعش، لان كيسخن التليفون مع الاشعه ديال الشمس، كيوقف بوحدو، دونك الا ما تقطعش راه مزيان،
هنا كندوزو على بزاف ديال الدواور، ولكن صراحه انا ما عارف السميات ديال الدواور هنايا. عارف سميت الدواور؟ هذه بني سنانة. بني سنانة؟ بني سنانة. حافظهم كاملة الدواول هنا. إذا هذا دوار بني سنانة. دابا الناس ولاد المنطقة راه معارفين هاد الطريق، ولكن الناس اللي براني كيكون جاي على حد كورت مثلا وباغي يمشي لسوق الأربع، من الأحسن يديروا هاد الطريق، ولكن دائما في النهار بالليل الإنسان ما يدوش من هاد الطريق لسبب واحد، هاد الطريق ما فيهاش الريزون، كتوصل لواحد البلاصة ما فيهاش الريزون نهائيا ديال جميع الشبكات. إلا قدر الله وقع لك شي اونبان ولا شي حاجة، وفي الليل ما كيدوش الحديد بزاف من هنا، هزيتي التليفون بغيتي تصوني على شي واحد التليفون ما كاينش، الانسان في الليل ما يدوش من هاد الطريق على هاد السبب ديال الريزو. وانتم عارفين الاخوان في الليل الا كنتي اونبان واي واحد شيرتي عليه راه ما يوقفلكش، لان بنادم ولا كيخاف على راسو في هذا الزمان هذا ما يوقفلكش، وخا يكونوا معاك العائلات راه ما يوقفلكش، وما بقاتش الثقه بيني وبينكم، الثقه تفقدات نهائيا. الدجاج باش الفيديو باش التليفون ما يسخنش السي محمد، وما يتقطعناش الفيديو الله يجازيك بخير، حنا ما كرهناش، بغينا الفيديو يكون كامل، حنا هادشي كامل كنا نديروه فيديو واحد، يعني هاد الطريق ندخلو العين الفاني ونرجعو كنا بغينا نديروه فيديو واحد، ولكن ما فيها باس بحكم ان الفيديو تقطع نديروها اجزاء. دابا هاد الطريق انا حافظها عليها، كتشوفوني انا غادي شويه بسرعه، شي الطريق حافظها عارف شنو فيها، عارف فين كاين الفيراجات، عارف فين كاين الحفاري، الانسان اللي يدوز منها اول مره ما يمشيش بسرعه، وفي نفس الوقت الطريق كلها مناظر فلاحيه. انت اخويا الحوزي الربيع موجود تبارك الله، في الصيف مرحبا بك، جايب الغنم هنا للمنطقه، وكنشكرك بعدا لانك كتشكر ولاد القبيله وكتشكر المنطقه ديال الغرب، وكيف ما كتعرف اخي الناس ديال الغرب معروفين بالجود والكرم، ومرحبا بكم في اي وقت. من هنا كذلك نوجه التحية للصديق العزيز سي يوسف اللي كاين في الديار الفرنسية، كنوجه لك التحية انت والوليد ديالك، الله يخليه لك والله يطول له العمر، وكنقول لك مرحبا بك في المهرجان ديال حد كورس ان شاء الله اللي هيكون ان شاء الله يوم 28 ابريل 2024 اللي يمتد الى غاية 5 ماي من نفس السنة. مهرجان ديال حد كورت ما عمرش، اخر دورة كانت دورة 16 اللي كانت في 2019، جات 2020 كانت كورونا ما عمرش، 2021 كذلك كورونا، 2022 كان هيعمر في 2023 يعني السنة السابقة الفارطة، ولكن جات الزنزال ديال الحوز، هذا هو السبب علاش ما عمرش المهرجان ديال حد كورت. وإلا شفنا المهرجان ديال حد كورت من 2019 لهنا ما عمرش، راه ماشي على أساس أن
المؤسسة أو الجمعية المكلفة بالمهرجان ما بغاش ديرو، ولكن كانوا الظروف ديال الكورونا، ومن بعد سنة 2023 جات الظروف ديال الزلزال اللي كان وقع في الحوز، هادو هما الأسباب. ولكن هاد السنة إن شاء الله غيكون المهرجان إن شاء الله، غتفرجوا في الخيل، غتمتعوا إن شاء الله بالخيل اللي كتحج المهرجان ديال حد كوت اللي كتوصل 2000 2400 ديال الخيل تبارك الله اللي كتجي لحد كورت. كنشوفوا الزوار كذلك اللي كيجيو لهذا المهرجان ديال حد كورت. والمهرجان ديال حد كورت صراحة كان له الدور الكبير في التعريف بالمنطقة، وهنا يمكننا نترحموا على السيد مؤسس مهرجان حد كورت اللي هو المرحوم قاسم الغزوي، اللي كان من المؤسسين ديال او من المؤسسين ديال دار الفتاة حد كورت. هاد دار الفتاة اللي كتستقطب حوالي 500 نزيلة او 500 فتاة اللي كتجي كلها من العالم القروي، كتجي للمدينة حد كورت مقيمة في دار الفتاة، واكلة شاربة مراجعة ديالهم، الحمام ديالهم، الرياضة ديالهم. وزيد بغيتيني نخرج. تقريبا 500 فتاة اللي ربما كما كانت هاد دار الفتاة كانوا هاد الفتيات كلهم غيوقف المسار الدراسي ديالهم في المستوى السادس، ولكن بالفضل ديال هاد دار الفتاة وبفضل المرحوم السي قاسم الغزوي الله يجدد عليه الرحمات في هاد العواشر المباركة وفي هاد الشهر المبارك، بالفضل ديالو بالمجهودات ديال المسؤولين اللي كانوا انذاك في الاقليم دارت هاد دار الفتاة، وبالفضل ديالو كذلك دارت الدورة الاولى ديال المهرجان حد كورت اللي كان هو السبب في تأسيس هذا المهرجان. وكيف ما حكى لي هو شخصيا، الدورة الأولى ديال المهرجان خداوها كبداية، يعني بداو من الصفر، صافي علنوا على المهرجان، بدا المهرجان داكشي اللي متوفر عندهم حتى حاجة، والحمد لله نجحت الدورة الأولى ديال المهرجان، والدورة الثانية اللي كانت نجحت بامتياز، وحضروا فيها فنانة كبار من بينهم عبد الهادي بالخيار، لطيفة رأفت، فتح الله البغاري، نجاة عتابو، محمد الغاوي ربما، فنانة كبار، سياسيين كبار اللي حضروا لهذا المهرجان، وبقى المهرجان توصل الدورة ديالو 19، وفي الدورة 19 ديال المهرجان كان السي المرحوم قاسم الغزوي الله يرحمه في هذا النهار، رغم المرض ديالو بقى واقف على كل صغيرة وكبيرة. في الدورة 16 ديال مهرجان حد كورت اللي كان سنة 2019، ومن مول المهرجان مباشرة واحد الشهر توفى الله يرحمه، توفى السي قاسم الغزوي الله يرحمه في هذا النهار المبارك. 2020 جات ظروف ديال كورونا، 2021 كانت مازال كورونا، 2022 كانوا مازال المهرجانات ما بداوش، 2023 كان مبرمج مهرجان ديال حد كورت، ولكن جات ظروف ديال الزلزال اللي وقع في المنطقة ديال الحوز، ولكن ان شاء الله في 2024 المهرجان الان را
راه مبرمج تاريخ ديال 28 ابريل ان شاء الله. هنا العيالات مساكن ديال البوادي، فبرا كتلقاهم مساكن وجدوا الفطور ديالهم، وجدوا الحريره، وجدوا كل شيء، وكيخرجوا يسرحوا الغنم والبقر ديالهم. وكاين اللي كتلقى الام رب الام مثلا ديال الدار او هذيك كتلقاها مزوجه ولدها، كتخلي مرت ولدها كتوجد الفطور وتوجد هذه، وهي كتخرج تخرج الغنم والبقر باش يرعى. المغرب كتبقى لها واحد نص ساعه كيرجعوا يدخلوا البقيرات ديالهم، يغسلوا حالتهم، يتوضاوا، يصليوا، كيفطروا، كيرتاحوا مع راسهم. هذه هي الاجواء ديال البوادي عندنا هنا في النواحي. الصباح كذلك كيتسحروا، يصليوا الفجر، كيخرجوا كذلك الغنم ترعى. اللي كيخرج الغنم راه كيخرج الغنم، اللي كيمشي يخدم الزرع ديالو ولا كيمشي يخدم الحمص ديالو كيمشي يخدم، خصوصا في هذا رمضان كيرجعوا بحالهم بكري كذلك كيرتاحوا مع راسهم. وفي عشية نفس الاشكال، نفس المهمة كيقضيوها. انتم شفتوا معايا الاخوان هاد الطريق زوينة مختصرة منظرة، وحتى الوقت ما درناش فيه بزاف. لاحظتوا معايا من سيدي عزوز ما بين الفيديو ديال الجزء الاول والجزء الثاني راه درنا تقريبا شي ساعة ديال الطريق. هنا ما تعداوش واحد 25 دقيقة من العين تفالي، من السونتر ديال العين تفالي حتى السونتر ديال حد كورت، ما نفوتوش 25 دقيقة. الطريق مزيانة تبارك الله، انتوما كتشوفوا معايا الحديد كله كيدوز من هنا. هما هادو البيعة والشراية، القسم راه خير محمد سما، ولكن الزرع تبارك الله الحمد لله هنا مزيان. شو الزرع تبارك الله كله كيسبل، هذا ما تخافش عليه هذا، ولكن خص الماء صراحه، خص الماء. هنا دابا دوك الدواور اللي كاين في ديك الطريق اللي دزنا منها كيخرجوا من هذا الطريق هنايا. انا نوريكم الطريق غنوصلوا لها. دابا هادو شكي داوي؟ حمص، مخصوش داوي الزرع دابا. هادي هي الطريق اللي كيدوز منها، ها هي فين كاين التراكتور. وهنا مباشرة كنخرجوا في هاد الطريق، هاد الطاكسيات الاخوان، كنخرجوا في هاد الطريق اللي كدي الوزان، ها البلاكا. عاد نقف راه الطريق الاخوان فينا وزان 26 كيلومتر، شفشاون 96، حد كورت 6 كيلومتر. كنخرجوا مباشرة في الطريق وكنمشيو مدينة حد كورت او بلدية حد كورت. بزاف ديال الاخوان كيسولوني على واش حد كورت مدينة. حد كورت فعلا مدينة، مدينة ولكن مدينة صغيرة وجميلة جدا. لا لا سي محمد، جميلة. واش حد كورت ماشي مدينة؟ مدينة. هو اللي ما كيعرفش حد كورت يجي لها، يجي مرحبا به.
يجي معزز مكرم ويكتشف مدينة حط كورت. ما كنقولوش مدينة كبيرة، ولكن مدينة هي كتبقى مدينة بداك الحجم ديالها صغير، ولكن مدينة رائعة، مدينة إنسان كيرتاح فيها، كتجي لحد كورت كترتاح. أولا مدينة ما فيهاش تلوث، مدينة صغيرة ما فيهاش الحديد بزاف، كتخلص الضريبة وحنا كنخلص الضريبة، كنتي متقل ماشي مشكل، انت خاوي اخاي. هاد الدواور محمد، انا شو سميتو؟ هاد الدوار اللي كاين هنا شو سميتو؟ اللي كيطلع لي الشانطي. ها. التعاونية الفاضلية. التعاونية الفاضلية. ودكا. ودكا. وهاد الدوار اللي قدامنا العواكلة. عواكلة. عواكلة. وحد كونطرا كيبان الاخوان. بلاكا فيها عواكلة 5 كيلومتر. مدينة حد كورت.